احنا مستهدفين بصفة خاصة في 2018 المتبقي منها النص تاني زيادة في الصادرات ما بين 15-20% ان شاء الله. ابرز القطاعات اللي بتركزوا عليها المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والملابس، المنتجات النسجية والملابس الجاهزة والكيماويات ومواد البناء، كل دي من المنتجات المصرية القابلة للزيادة ليست بالقليلة في الصادرات المصرية. أهم الأسواق؟ أهم الأسواق التقليدية عندنا الولايات المتحدة على سبيل المثال في الملابس الجاهزة والمنسوجات، الاتحاد الأوروبي في بتكلم على الأهم الصادرات المتوقع زيادتها، الحاصلات الزراعية في الاتحاد الأوروبي وفي آسيا أفريقيا بنتكلم على الكيماويات والمنتجات الصناعات الهندسية وهكذا.